الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كلما أشرق يوم جديد وأضحى، الله أكبر. كلما هل هلال وأضحى، الله أكبر. كلما صام صائم لله وأفطر، الله أكبر. كلما قام قائم لله وأخلص، الله أكبر. كلما استغفر مستغفر وكبر، الله أكبر. كلما سبح مسبح وهلل. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي جعل لكل عمل صالح خاتمة تذكر وجعل نهايته تكرم. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله، فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال ابن عمر رضي الله عنه: أي قد أفلح من أدى زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد. عباد الله، كنا بالبارحة صائمين واليوم أفطرنا، فهذا شبيه بيوم الدنيا وبيوم الآخرة. التحول من يوم إلى يوم ومن حال إلى حال، ودوام الحال من المحال. فافرحوا أن صمتم وأتممتم الصيام، فافرحوا أن قمتم لله طوال شهر رمضان. ونسأل الله أن يقال لنا يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأن يقال لنا: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. نسأل الله أن يفرحنا بلقائه، وأن نكون ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فكونوا عباد الله أقوياء بالإيمان والطاعات والعمل الصالح، كما كنتم أقوياء في رمضان. فقد امتنعتم في رمضان عن أكل الحرام والتعاطي للحرام، فامتنعوا عن المحرمات والمناهي كذلك بعد رمضان. أصلحوا حالكم مع الله، اصطلحوا مع الله، جددوا علاقتكم مع الله، لا تبتعدوا عن الله فهو بكم رحيم. راجعوا علاقتكم مع آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وجيرانكم، أصلحوا علاقتكم مع أرحامكم وأقربائكم، واحذروا قطيعة الرحم. عاشروا أزواجكم بالمعروف، ربوا أبناءكم على حب الصلاة والتخلق بأخلاق الإسلام، ربوا بناتكم، أدبوا بناتكم على الحجاب والعفاف والحياء، فقد أمر ربكم بذلك. فقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما.